اهلا بكم مشاهدينا في تغطية جديدة نبدا بيها مع حضراتكم يوم جديد واهم مستجدات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، وماذا ايضا عن اسعاره عالميا اليوم السبت 3 يونيو. كما نعرض لحضراتكم مستجدات سعر جرام الذهب بمختلف عائرته، خاصة في ظل تغيير الاسعار بشكل سريع خلال الفترة الماضية. التفاصيل الكاملة دلوقتي في تغطيتنا. استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 3 يونيو وفقاً لآخر تحديث في البنك المركزي عند 30.84 قرش للشراء و 30.95 قرش للبيع، بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي وبنك مصر خلال تعاملات اليوم 30.75 قرش للشراء و 30.85 قرش للبيع. أما في البنك التجاري الدولي فقد سجل 30.85 قرش للشراء و 30.95 قرش للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل أيضا 30.88 قرش للشراء و 30.95 قرش للبيع. وعالميا يتجه الدولار نحو تحقيق أكبر خسارة أسبوعية له منذ منتصف يناير بسبب توقع المستثمرين أن البنك المركزي الأمريكي لن يرفع الفائدة في شهور يونيو الجاري، وهذا يزيد من الإقبال على العملة الأمريكية بين المشترين من حائزي العملات الأخرى. وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل من بين 6 عملات 8% هذا الأسبوع، وتعتبر أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف يناير، وسجل في أحدث تداول انخفاضاً بنسبة 1%. أما عن أسعار الذهب فيشهد الذهب تراجعاً متتالياً في أسعاره خلال تلك الفترة متأثراً بقرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك. وانخفض سعر عيار 21 وعيار 18 الأكثر انتشاراً في سوق الصاغة المصرية، وسجل سعر عيار 24 اليوم السبت 2703 جنيه، أما عيار 21 فقد سجل سعر الجرام 2365 جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر الجرام عيار 18 2027 جنيهاً، ووصل سعر الجرام عيار 14 للشراء 1577 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 للبيع 18760 جنيهاً. وعن سعر الأوقية فبلغ سعر الأوقية عيار 24 1948 دولار بعد 2056 خلال الأيام الماضية. مشاهدينا، هذه كانت آخر مستجدات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، وأيضاً سعر جرام الذهب بمختلف عيرته. نشكركم جداً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.